معتمد سماحة السيد السيستاني على الله مقامه في الكاظمية، سمعت له أنا مقطع فيديو محفوظ عندي قبل أسبوعين، يتحدث مع جمع، يعني جمع كبير من الناس أو غفير، يقولهم هيك اللي أذكر العبارة، انقضوا على صناديق الاغتراق، انقضوا. شوف الكلمة، روحوا اذهبوا وانقضوا، شاركوا حتى تغيرون الأوضاع. وعادة يعني معلوماتي معتمدين السيد السيستاني الله يحفظه لا ينطق عن الهوى، يعني أكو إدارة مركزية وإدارة جدا دقيقة وثلاثة بتوقعاتي أن منا إلى قبل الانتخابات وأتوقع بعد الأربعين مباشرة سيصدر شيء، شلون ما أعرف، سيصدر شيء يدعو الناس إلى المشاركة في الانتخابات، لكن المن راح ينتخبون الله العالم، يعني قصدي يجوز سمحت السيد ما يدخل بالتفاصيل، هيك شيء أتوقع يعني، هذا طبعا لا يؤخذ عليه. إذن بناء على هذا، المرجعية عندما تريد أن تعلن أو تحفز، يعني هل يصح القول أننا أمام أزمة أو خطر كبير؟ مو خطر بتدني نسبة المشاركة، أنا المؤشرات اللي عندنا أستاذ دكتور نجم حبيب الآن نسبة المشاركة يعني أكثر من 2018، متيقن أنا، متيقن نسبة المشاركة لحد اليوم. هسه يجوز بفعل المناطقية، يعني الدوائر متعددة ورغبة الناس بدعم المرشحين، هذا بالنسبة لما تسمعه أنت من جمهورك. لا 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 لا, لا أنا أسمع استبيانات، لا لا هذا حاجة استبيانات، متأكد يعني، أنا متأكد قصدي عفوا. زين فخليني يعني أطمئنك أنه نسبة المشاركة في هذه الانتخابات لحد الآن هي، فبالتأكيد يعني المرجعية ستدفع باتجاه أن تكون نسبة المشاركة أكبر لضمان تغيير أكثر. زين، يعني أنا رأي المرجعية محترم وسديد، والمرجعية تتدخل دائما لصالح الناس وليس لصالح القوى السياسية، لكن الآن قوى السياسية هو التقليدية الحاكمة العاشقة المحتكمة على السلطة، إلى الآن ما أشعرتنا كمواطنين أو كإعلام أن لديها منهجا جديدا، عقلية حاكمة جديدا، أن تتبنى مشروع. لا توجد بوصل، هنالك اشترار، لو نائب سابق لو نائب حالي لو الولد القرايب.